ده كمان ساعتين، وزي ما انت شايف كده ده مش منظر شعر اخرج بيه، فعايزين نتصرف كده في السريع سريع. بس اقوم اغسل شعري واغير هدومي واجيلك بسرعه. اوعى تمشي. هلوز. A few moments later. نحن نأسف لبشاعة هذا المنظر. لسه غسلين شعرنا بقى وكده، يعني هو كده المفروض نشف شوية، نسلك الشعرات من تحت لفوق. انا بحب استخدم الفليكسي براش، بتبقى تحفة بصراحة في التسليك. نجيب الاستشوار الاول وعلى درجة حرارة برد عادية هننشف. اظن كده خلاص. افك بقى بالراحة كده بصبعي واقسم من نص، اقسم كل نص ربعين، واتأكد برضو احتياطي ان هو ناشف تماما. ناشف ناشف. اجيب بقى المكوة واسيبها كده في الفيشة 5-6 دقايق بس ايه تحمى. بصي دي شكل العلبة ودي الكلام اللي مكتوب عليها، يعني خالته يعني جايبها من على نونو كده. بصي ده كده شكلها من قريب. الاسود ده مش بيوصل حرارة، الموف هو اللي بيعمل الحرارة اللي هو يزود يعني ان انت شعرك يتسلك وفي نفس الوقت يتعمل كويس. الفرشة كبيرة مش صغيرة، دي الزراير بتاعتها هي درجتين بس. بصي بتنور اهي. بصي هو مفيش دقيقتين حسيتها ابتدت تسخن كده اللي هو ناقت لساعة. خالته قالت لي انها كانت بتحس ان الموضوع احسن والخصلة كبيرة، فنشوف كده كلامها صح ولا غلط. دي كده اول مرة. ايه ده؟ الله. وانسي تقولك هي لما بتسخن بتفضل قايدة كده. المصيبة انها عجباني. انا ملوحة فعلا. وهنا امي اتدخلت وانقذتني الحقيقة عشان دراعي ابتدى يخدل، بس حصلت حادثة غير مقصودة الحقيقة. جابت سوايل. جابت ايه يا لحيت؟ سوايل. اه نفس الودان. رأيك يا شيخ. حاسبي وداني. ايه وقتك كده؟ اصبري انت بقى. كتوتر الواحد يا شيخ. وده كده الشكل النهائي. بصراحة أنا كبهير انبهرت وداعا لغلاء الكوافيرات. أنا نسيت حاجة في منتهى الأهمية، السيرم. نقطة. ليس ليس كله كويس. هي هي كده احنا جاهزين للخروجة. باي.